بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات مملكتنا. وفيديونا لنهار اليوم هو الحلقة الأولى في مسار التنمية البشرية والذاتية بتطوير الذات. فيديونا لنهار اليوم موجه لكل امرأة ورجل، موجه لكل فتاة وفتى، موجه لكل شابة وشاب يعانون من صراع داخلي بين الشخص وذاته، بين الشخص ونفسه. الموضوع موجه لكلا الجنسين كما قلت. حلقتنا لنهار اليوم تحت عنوان كيف أبدأ من الصفر، أو كيف أبدأ من جديد، كيف أبدأ مشروعا مثلا. كلها تنصف في السؤال كيف أبدأ. في الآونة الأخيرة أصبح الكثير من الناس، خاصة النسوة على غير الرجال، يعانون من فوضى ذاتية في الأفكار، في الطموحات، في الأماني، في الأحلام، ويعانون أيضا في صعوبة في ترتيب أوراق الحياة بشكل سهل لكل جنس. إذن مباشرة نبدأ في موضوعنا. عادة جملة إنسان بدأ من الصفر في مشروع ما أو فكرة ما يجعل التبادر الذي يخطر على أذهاننا أن هذا الشخص كان له الخطوة الأولى في تحقيق الهدف. كسبيل المثال نأخذ خياطة أو بناء، بحيث يبدأون من لا شيء حتى تصبح حياتهم كل شيء. خياطة بسيطة وأصبحت موديليست، كيف هذا؟ بناء مرافق وأصبح مقاولا وذو شركة بناء، كيف هذا؟ أكان هذا من لا أصل أم بالفوضى، بعدم الانضباط، بعدم التخطيط؟ كيف كان لهم هذا؟ على ضوء المثالين السابقين بمفهوم بسيط، كلمة فلان بدأ وانطلق من الصفر يعني أنه إنسان ناجح والحمد لله. فالذي يفكر في تغيير نفسه والانطلاق من الصفر في أي نقطة كانت، المهم هو يفكر. التفكير في القدرة على الاستمرارية وليس كيف أبدأ. لاحظوا، الواحد لما يفكر أنه يتغير لازم يفكر هل يستطيع الاستمرارية، ماشي كيف يبدأ. حقيقة البداية صعبة، صعبة جدا، خاصة للناس الذين يعانون خمولا تاما، نوما عميقا من سنوات وشهور وأيام. البداية تكون صعبة في أي نوع اختاروه للتغير، لكن الأصعب هو الاستمرارية في نوع التغير، مع مراعاة قابلية وجود عراقيل والتباسات من نوع معين يمكن أن يكون سلبيا لدرجة ما. مثلا الإنسان الفارغ، الإنسان الذي يكون دون إنتاج، عايش حياته بشكل روتيني، نوم واستيقاظ، أكل وشرب، عمل خفيف أو خرجة خفيفة، والعودة إلى البيت للنوم والاستلقاء والأكل والشرب وما شابه وفقط. لدرجة أن هذا الروتين إذا كان للرجل أو للمرأة يكون روتينا قاتلا. هذا الروتين أصلا تتم ممارسته بملل ونفور وبكراهية في أحيان كثيرة. علاه؟ لأنه يعني كما نقولها سنة الحياة. مثلا أب أو رب عائلة لديه فقط مدة عمل نصف يوم، عمل بسيط أيضا، يعني من منتصف النهار وهو نايم في البيت، روتينه مع التليفون، أكل شرب تلفزيون ونوم، لا إنتاجية أخرى، لا تحاور مع العائلة، لا إحساس بالمسؤولية، فقط هذا هو روتين. بالمقابل أيضا ربة بيت، تطبخ، تنفخ، تسيق، تنظف، تأكل وتشرب وترقد، فقط روتين ممل جدا، مكروه، تتم ممارسته فقط لأنها سنة الحياة بالنسبة للأم أو الأب. هذا كمثال بسيط.
فتكون الكراهية، تكون الملل، يكون النفور، تكون كثير من السلبيات. هذه السلبيات تظهر من خلال العدوانية في العلاقة بين الشخصين، بين الشريكين، بين الأب والأطفال، بين الأم والأطفال، وحتى تتعدى إلى علاقة هذا الشخص ذو الروتين القاتل بالمحيط الآخر. لذلك تختلف نقطة كيف أبدأ من الصفر باختلاف الفئات البشرية. مثلا فئة تود الالتزام بالدين، تود التقرب من الله، تود العودة إلى طريق الله، إلى طريق الصلاة والدين، والتخلص من الشعور بالتقصير تجاه الله سبحانه عز وجل وتجاه الدين والسنة بشكل عام. فئة مقصرة كأب مسؤول عن الأسرة والأبناء، بحيث لا يشارك بتاتا في الذي يدور في بيته، فقط هو عليه جلب الفلوس أو الدراهم لصرفها على ميزانية البيت وفقط. طابت تحرقت خاطئني. فئة أخرى خاصة النساء تعاني من الفوضى في المنزل، بقدر ما تشتغل ترتب لكن منزلها فوضوي لدرجة أن مخها أصبح فوضوي. فئة أخرى تعاني من عدم المقدرة في تقويم سلوكات الأطفال، في عدم احتواء الطفل، في عدم القدرة على تعليم الطفل. فئة تريد أن تكون فئة إنتاجية، تريد دفعة للأمام من أجل تعبئة الوقت أولا، تحقيق الذات ثانيا، وما شابه. إذن تعددت الفئات، تعددت الرغبات من أين أبدأ، وكل واحد يقيس موضوع اليوم على رغبته. فإن تشعبت أنا في هذه الفئات مش رايحة نخلص موضوعي لنهار اليوم، أوكي؟ لكن المواضيع كل فئة أكيد رايحة تجي مع مرور الأيام، مع الحلقات القادمة إن شاء الله في تغذية النفوس والعقول قبل البطن. اليوم سأأخذ الفئة الأخيرة كزبدة لموضوعي، الفئة اللي حابة تصبح إنتاجية، اللي حابة تعبي وقتها، سواء امرأة أو رجل. مثلا نتطرق لسيدة حبت أن تكون خياطة. في رأيكم الموديليست أو المشاهير في الخياطة في التصاميم بدأوا لله في لله، صباحا قررت ولا مساء قررت تصبح خياطة، غدوة كانت خياطة وخلاص؟ أكيد لا، أكيد بدأوا من الصفر. ممكن جدا ما بدأوش من الصفر الصفر الصفر، مثلا الأب يعطيها مبلغ معين باش تجيب ماكينة خياطة أو أدوات الخياطة، الخيوط وإبر وقطع قماش وكذا وكذا، صح؟ هذا مثلا اللي ما بداش من الصفر. اللي بدات من الصفر مثلا قررت انها تبدا من الصفر، كانت عندها خاتم ذهب، راحت باعتها وجابت كلش من عندها تموين خاص، اوكي؟ المهم كيفاش بدات، يمكن كاين دعم والله دعمت نفسها بنفسها، هذا هو البدايه من الصفر. بصح هل كي بدات في اول يوم مشات خياطتها، في اول يوم عرفوها الناس، في اول يوم نجحت في تصميم اول فستان، نجحت في الاول، في الثاني، الثالث غلطت. يعني باش كان الانسان ولا كانت الانسانه خياطه ناجحه او صانعه حلوى ناجحه، خياطه ناجحه اكيد قطعت الكثير من القماش، اكيد مره خدمت فستان قصير، مره خدمته ضيق، مره خدمته اعوج، مره ما نالش نهائيا، ما جاش متناسق التفصيل مع الموديل اللي اختارته، مع الالوان اللي اختارتهم. بالنسبه لصانعه الحلويات، مره جاتها الحلويات بدون سكر، نسيت السكر، مره ناقصه دهون، جات ما تتفتتش حجره يابسه. يعني باش نجح الواحد لازم يمر بالعقبات، لازم يتقبل انه في طريقه ممكن يلقى العقبات، يعني لازم يكون في تحديد للسلبيات والايجابيات في اي نقطه نبدات. مثلا امراه تحب تسهر، ولا رجل يحب يسهر بزاف، حاب يغير من المود نتاعو، شاف باللي البشره نتاعو تعبت، مخه تعب، الانتاجيه نتاعو مش قادر اصلا، ما يقدرش
يصحصح مليح، اذا صحصح مخه ما يصحصحش. الانتاجيه في العمل نتاعو في الاسره نتاعو تقريبا شبه معدومه، لانه اصلا ناقص نوم، ناقص فيتامينات، ناقص املاح، ملخبط في هرموناته. فهذا اكيد اذا كان يسهر للفجر ويقرر انه يغير حياته ويبدا من السفر، رايح ينقص في ساعات النوم ويزيد في ساعات الاستيقاظ، وهكذا بالتدريج. يعني ماشي مثلا شخص يرقد على الربع نتاع الصباح، اليوم يقرر يرقد على العاشرة ليلا، يروح يبدا لك بالطريق اللي ماهوش طريق صحي كتناول المنومات حتى يحقق الهدف نتاعه. لا، ليس هكذا، ما نشربش المنومات، بالعكس. أي صح، نلقى حاجة تعاونني على الاسترخاء باش نحقق الهدف نتاعي، لكن ماشي منومات. هل تقدر تكمل حياتك بالمنومات؟ أكيد لا. كلنا نعلم أنه تناول الحبوب، تناول المكملات، تناول المنومات، تناول حتى حبوب الصداع بالاستمرارية تصبح شيء عادي من أجسامنا. تتناوله ما تتناولوش، كيف كيف، فهمتوني؟ اذا مثلا قلنا الناس اللي تحب تعبئة الوقت نتاعها، اللي تحب تكون انتاجية، اللي تحب تغير نمط من انماط حياتها، اللي ما تقدرش تفطن الصباح تشوف شو هو المشتت ليلا كمشاهدة التلفزيون، هنا نقص من المشاهدة، مشاهدة المواقع نقص من، يعني الواحد باش يبدأ في حاجة لازم يحددها. والاهم من هذا، اذا تعددت الاحلام، تعددت الآمال، تعددت الطموحات، نبدأ في الطموح الأكثر طلبا عندي. مثلا أنا نعاني من الفوضى في البيت كامرأة، والفوضى هذه من وين جات؟ لازم نعرف من وين جات. جات بعدم المقدرة على الصحصحة صباحا. علاه؟ لأني أصلا في الليل ما نرقدش، بالتالي أنا قلبت الليل نهار والنهار ليل، نشتغل ليلا مع أن الشغل ليلا ما هوش مليح بزاف إلا للمرأة العاملة، وفي بعض الأحيان ما هيش كل الأعمال المنزلية خاصة للنساء ما مطلوبة ليلا، النهار معاش والليل سبت. فأنا قلبت الآية، الصباح الواحد حتى ويرقد للظهر وكل الشغل يعني مقضي، حتى ويرقد للظهر لما يصحصح يصحصح مريض. علاه؟ لانه النهار، والله لانه النهار خلق ربي للمعيشه، ولانه النهار في الساعه البيولوجيه الجسم نتاعك يعرف باللي راهي وقت شروق الشمس، وقت الضحى، وقت الظهيره وما شابه. فالنوم الزايد هذاك عن الحد نتاعه حتى وان كنت محتاجه يعتبر لخبطه للجسم نتاعك. فانا هنا نعاني من الفوضى بسبب السهر. يبقى لازم نبطل السهر الاول، لازم نبطل السهر ونحاول نصحى بكري. دوك انا ما نروحش لحلم القضاء على الفوضى وانا نرقد الرابعة صباحا ونوض الساعة 2 ظهرا. يا ما قدرتي اذا طبخت طبختين او ثلاثة ونرجع انام. علاه؟ لانه ساعتي البيولوجية تلخبطت، حتى وما نامش نبقى دايخة مثلا كما يقولوها، فهمتوني؟ فهنا الطموح وعدد الأفكار خاصة لربات البيوت بين قوسين، هذا ما ينفيش أنه الرجال يعانون من هذا التشتت الفكري وهذا التشتت في الإنتاجية نتاعهم. ربات البيوت مؤخرا وخاصة ذرك حاليا في بداية الشعور باقتراب المدارس، يعني أصلا شهر العطل، الناس اللي ما خرجت شداتها كامل نوم، سهر ونوم سهر ونوم، فهي مش راح تقدر لا هي تبدا من الصفر ولا اطفالها من الصفر. لكن الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يعلمكم كيفاش تبداو من الصفر، مازال الوقت. البرمجه عندنا، البرمجه الذاتيه في اي مشروع كان يبدا من الصفر ويتحقق في غضون الاسبوع الاول، وتتم البرمجه التامه في غضون 40 يوما. اذا 40 يوما راهي كفيلة أنك تبرمج حالك على نوع من البدايات من الصفر. ما تقوليش أنا ما نقدرش، كاين ناس حابة دايت لكن ما قدرتش. علاه؟ لأنه الزوج يتنمر بزاف. هنا لازم نعرف الزوج علاه يتنمر عليا.
علاه يتنمر، لازم نقطع دبر التنمر نتاعو، نحي الحاجات هذه اللي راهي تخليه يتنمر عليا باش نقدر نبدا في مشروعي اللي هو ممارسة الرياضة وأكل صحي وكذا وكذا وكذا. يعني هنايا باختصار دخلت الرجيم في التنمية الذاتية. ابنك سلوكاته عوجة، حاولي بالصراخ وباللطافة بمزيج بينهما. تعرفي هذا الطفل إذا مثلا الصراخ والضرب يجيب معه نتيجة كان بها، إذا لا كان بالطريقة الثانية اللي هي المسايسة، لكن في عقول في المعقول وفي حدود الحاجة اللي تستوعب فيها. الاستيعاب للطموح، للسلبيات اللي ممكن تجي منه، للعراقيل، للتخطيط كيفاش نستمر في هذا العمل هو الصح، ما هوش الهدف وما هوش من أين أبدأ. التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط، يعني في الأخر والله من الأخير الناس ما تبدأش من الصفر من لا شيء، أكيد تبدأ بالإرادة. الخلاصة التقريبية اللي كنت نحضر عليها على وش فات هي: أولا عليك التخطيط الجيد لنوع التغير المرغوب، وعليك وعليك أنت وأنت عليكم كتابة السلبيات والإيجابيات، كتابة نوع المشاريع والطموحات المرغوبة، تخصيص الطموحات والله الأولوية للطموح الأقرب للطموح الأسرع. درك مثلا امرأة تعاني من فوضى في بيتها، تعاني من عدم المقدرة على طبخ جيد، على عدم استيعاب الأطفال، وحابة تخرج تخدم، هذه وين صرعت؟ وين صرعت؟ أين تحدث؟ لازم الواحد يحقق قبل الفوضى هذيك اللي في داره ينحيها، سواء في الآثاث، سواء في المواعين، سواء في العقل، سواء في الملابس. كي ترتبي وتنظمي راح يبقى لك وقت فراغ تقدري تحقي الشغل والله الإنتاجية اللي حابتها. لكن مثلا انت بيتك مثل الخردة، أكلك دايما متأخر والله ديليفري، وجاية حابة تكوني صانعة حلويات، وين تصنعي الحلوى أصلا في ظل هذه الفوضى؟ ما تروحوش تحبوا تكونوا إنتاجيين وانتم أصلا في محيط العائلة نتاعك، في الروتين العائلة نتاعك بزاف حاجات مهملة، وعلى أساس عندك فراغ، ومين جاي الفراغ إذا عندك فوضى أصلا في البيت؟ فهنا يعني الطموحات والرغبات والأحلام تترتب في ورقة، في ورقة. راني نعاود، ما تقولش أنا نعرف واش نحوس خلاص ما كان له نكتب، أنا على بالي واش راه خاصني ما كان له نكتب. العلم صيد والكتابة قيد، هذا مثلا معروف وحكمة معروفة، العلم صيد والكتابة قيد. العلم صيد يعني أحيانا الواحد يكون قاعد فتجيه فكرة، صايدي هذيك الفكرة تحبي تنميها، واللي يخلي هذا الصيد مقيد وشافي عليه، لأنه أحيانا الكثيرين والكثيرات تجيهم الأفكار في الحمام أعزكم الله، فلازم كي يخرج يكتب يقيدها بالكتابة الفكرة الفلانية، من بعد يدرسها مليح، يدرس الحيثيات، يدرس المقدرة نتاعو على الاستمرار. ما يبداش مشروع في سمانة يقول أف هذا ما مزال لي، ياك الدنيا خالصة ربي ورحمته، مازالت العطلة فيها 15 يوم، خالي نكمل نرقد هذه السمانة، ليه وش صرا؟ ومن بعد راني نوض راني نفطن، الأولاد يفطنوني الأولادي، علاه نخلي نفسي نعيش في هذاك الضيق، هذيك البريسيون، هذاك الضغط في الوقت البدل الضائع؟ علاه؟ أيبا العلم صيد والكتابة قيد، لذا عليكم كتابة كل ما يتعلق بعملية التفكير والتغيير المرغوب. المرأة اللي تعاني من الفوضى، ولكل رجل أيضا يعاني من الفوضى، يجب عليكم تجديد أنفسكم، تجديد الأفكار، وتحديد نوع الفوضى، كمية الفوضى، سبب الفوضى، لماذا كانت هذه الفوضى، أين وقتك من كل هذه الفوضى وما شابه. يعني إذا عرف السبب عرف العجب. درسي لنهار اليوم كان لهذه الفئات، لكل فئة تريد أن تصبح مثلا قريبة من الله أكثر، فتخطط كيفاش تبدأ
التدين انتهى من جديد. لكل فئة تريد أن تتعلم لغة جديدة، لكل من يرغب في مواصلة الدراسة لنيل شهادة إضافية، لكل من يريد امتهان مهنة جديدة ومفيدة لتعبئة الفراغ ولإثبات الذات، لكل امرأة تريد تحكم في نظام بيتها، لكل من تريد أو من يريد من الأبوين احتواء الأطفال، جعلهم أقل حركة وأكثر إنتاجية، لكل من سبق درسي موجه لكم. البداية في أي حلم، في أي طموح، يجب أن يكون كالبداية من الصفر ودرجة بدرجة، ويجب التخطيط المحكم مع مراعاة المقدرة على الاستمرارية من أجل تحقيق الطموح المرغوب، مع مراعاة التركيز على طموح واحد، وبعدها يتم الانتقال إلى طموح آخر. وتذكروا أن الصبر ثم الصبر ثم الصبر هو أساس النجاح. ليس كل من وصل للقمة وصلها بين ليلة وعشية. عنقود العنب يؤكل حبة بحبة. ياك صح أن هناك بعض الفترات تنتاب الشخص الملل والكلل والفشل والرغبة في التوقف، لكن هذا ليس حلا وليس أصلا مطلوبا في هذه الفصل، في هذه الفترات عفوا. أكيد ينتابنا هذا الشعور، ما علينا فقط إلا أخذ وقت مستقطع بريك، من بعد نكمل الطموح نتاعنا. لا داعي للفشل، لا داعي للفشل، أخذ وقت مستقطع، إعادة الانطلاق والاستمرارية والصبر على أذى نفسك وأذى غيرك. أوكي، فالبداية من الصفر أسهل بكثير، أسهل بكثير من الاستمرارية. اختاروا حلما، اختاروا طموحا، اختاروا أملا تستطيعون الاستمرار فيه. الناس اللي تعاني من الفوضى ما تستنيش فوضى السنوات تروح في ليلة. الناس اللي تعاني من السمنة وحابة تتبع دايت ما تستناش يوم وليلة يروحوا الكيلوات الزايدة. الناس اللي تعاني من لخبطة في كيفية الابتعاد عن الناس النرجسيين، عن الناس حتى وإن كانوا الأقارب، صحيح ربنا أمرنا بصلة الرحم، لكن الرحم الذي لا يرحم لا يرحم. أوكي، وبالتي هي أحسن، واهجروهم هجرا لطيفا. إن شاء الله الموضوع يكون فاتكم. فقط ركزوا في نوع من الطموحات، ركزوا في وجود الدودو نوت، المذكرة، ورقة وقلم، اكتبوا حياتكم، وش راكم شايفين أرواحكم، وش حققتوا وش ما حققتوش، وش هي السلبيات وش هي الإيجابيات انتع كل فتاة، كل عزباء، كل متزوجة، كل واحدة انتهت حياتها بطلاق أو بترمل. المهم كل واحد، امرأة أو رجل، يحط ورقة وقلم، يكتب اللي عنده، وش خصه، وش حاب يكون، حاب يتعلم لغة كيفاش يبدأ، حاب يتعلم يفتح قناة كيفاش يبدأ، حاب يربي أولاده على موضوع معين ولا على سلوكات معينة يشوف كيفاش يبدأ. يعني هذا الدراسة هذا والتخطيط تكون دائما من الصفر. بزاف اللي يحبوا الخياطة لازم يعرفوا كيفاش يفصلوا، وش هي أدوات التفصيل، نوعية القماش المليحة، كيفاش تكون طريقة التفصيل من الطول والعرض. النسوة اللي يحبوا الحلويات، كمية الزبدة والدهون كيفاش تكون مقارنة بالسكر، الحاجة كيفاش تكون الشربات، كيف فهمتوني. الإنسان اللي حاب يتعلم لغة جديدة يتعلم مخارج الحروف، كيفية نطق الحروف، اللي حاب يفتح قناة معينة يتعلم كيفاش تفتح القناة، كيفاش يخدم على القناة. اليأس راه يجي، كيفي كيفكم، كيف الآخر كيف الأخرى. المهم كيفاش نبدأ، مدام رانا حيين ربي قال اسعى يا عبدي وانا نسعى وراك. احنا خلقنا للسعي، خلقنا للعمل، خلقنا لنتعلم من تجاربنا وليس لنموت من تجاربنا الفاشلة. إلى هنا نكون وصلت لنهاية البودكاست نتاعي لنهار اليوم، درسي لنهار اليوم اللي هو كيف أبدأ من الصفر، ولنا تتمة في حلقة قادمة إن شاء الله. الوقت لم يتأخر،
ما دمنا أحياء، ما دامت الروح تطلع وترجع، ما دام الهواء أو النفس يطلع ويرجع، الدنيا بخير والتفكير رح يكون بخير إن شاء الله. يلا حطوا لنا ورقة وقلم، حددوا الطموحات، ويلا بينا نبدأ من جديد. إلى هنا نقول لكم ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. دمتم سالمين وعلى الله دائما متكلين. سلام.